انا رؤى، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا بيك. ايه حضرتك، انا الثالثة لجوزي. ما شاء الله، اتفضلي. والله وانا طب وانت دلوقتي عندي التالتة بقى، 16 يعني انتوا سنة. التلاتة عايشين على ذمته؟ لا، انا عندي 16 سنة. يعني انت عندك 16 سنة والله العظيم وانت وكده. الزوجة رقم ثلاثة في حياة زوجك، صح؟ يا شيخ، طب الزوجات الاخريات عايشين معاه ولا طلقهم؟ لا، ما اقبلهاش على نفسي طبعا يا طيب شيخ. هو مفيش مشكلة، اتفضل. فبس كده حصلت مشكلة مع حماتي وسيلفي كده يعني، فأنا جيت بيتي قعدت لوحدي يعني. فهم جوني كده بعد ما مشى جوزي، رحت قلت لهم لا، أنا مش هاجي تاني عنديكم، أنا قاعدة لوحدي وكده. عملوا مشاكل مع أهلي وخلوا بيت أمه اتسلط على جوزي، جه ضربني وبطل اخواتي يجوا عندي. فبعد كده بمشى جوزي جوني كذا مره، انا ما رضيتش اروح عنديهم، وبيجي تدعي عليا ومش عارفه ايه. فانا يعني اليومين دول حسيت بالذنب طب بصراحه. هم جولك، هم جولك البيت عايزين يصالحوكي؟ جوني طب وليه مش بتليني شوية؟ ليه ما بتحاوليش تفكري؟ ها، هي الدنيا تستحق يعني؟ حاسة كده ان احنا ما ندمت يا ممكن شيخ، نقاطع فعلا بعض؟ ندمت بصراحة. أنا حسيت الدنيا دي ولا حاجة. طيب لما انت حسيت الاحساس ده وعارفة ان سيدنا النبي قال ايه في الحديث؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. فمن بعد كده يعني قلت أروح تاني، وقلت لحماتي معلش يا حماتي أنا آسفة، طب حلو وهاجي جميل. والله زي بكلمك مرتين. ولحد دلوقتي بلحق على جوزي، هو في السعودية، فبتقول لي لا، من ما يجي جوزك يبقى تعالي. فأنا هل علي ذنب؟ وبعدين كنت حامل، فكانت تدعي عليا زي ما خدت طيب ابني مني، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، إن شاء الله ما تشوفيه. رحت لما أجهضت قالت لي ده دعاية أنا عليكي. فانا يعني انا وانا لو جوني تاني هروح. فانا بصراحة حسيت بالذنب ومش عايزة ربنا يغضب، مش عايزة ربنا يغضب عليا. طيب انت سؤالك ايه دلوقتي؟ سؤالي هل انا علي ذنب دلوقتي طيب هجاوبك، هجاوب، اتفضلي. وانا اعمل ايه؟ حاضر. ماشي، شكرا. الحقيقة ده برضو بيخلينا نقف ونقول الحياة مش علاقة بين انا وحماتي واخو جوزي، لا، الحياة منهج بنحاول نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثقافة المسافر. لما تلاقي قلبك قسي وما انتش مستحمل حد ولا طايق حد، اختي مش حلوة بتكرهنا وبتغير مننا، ولاد اختي مش حلوين، مش عارف مين، حماتي، الكلام ده كله، على طول نرجع ونجري ونستدعي العلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هو الغريب لو بيمر ببلد من البلاد، ها، ممكن يتخانق ويعمل فيلم ويعمل المشاكل دي؟ لا. ليه؟ هيقول لك ده أنا مسافر. عايزين أخلاق المسافر، أخلاق المسافر، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي الوداعة، اللي هي التواضع، اللي هي الصدر المتسع، اللي يقدر يعفو ويسم ويتنازل عن كل الأمور الدنيوية والصغائر. ولذلك لسه بقول لكم ربنا في الحديث القدسي بيقول إنما أتقبل الصلاة من مين يا جماعة؟ ممن تواضع، تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي. أنا زعلتك فجيت أصالحك فأنت بتتكبر ليه؟ ما نتنازل يا جماعة لبعضين، ها، نتراحم فيما بيننا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انا لما حد غلط فيا وجاي بيقول لي انا اسف، انا ما عنديش مشكله ان احنا نرجع ولا اسف ولا حاجه، يا عم بس انت ما تعملش كده تاني، واحنا اخوات والدنيا تمشي. فانت طالما يعني تراجعتي عن موقفك الصلب ده ورحتي، انا بدعيك ان انت كل فتره كده روحي زوريها، وحاولي انك انت تشوفي مين اقرب الناس لحماتك، ها، اللي له كلمه هي بتسمعها، وتحاولي يعني تخليه يحاول ان هو يصلح العلاقه. ليه بقى انا بقول لك الكلام ده؟ علشان في حاجه مهمه، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. لازم يا جماعه يبقى عيننا على الاخره،
لازم يبقى عيننا على ان نطيع الله سبحانه وتعالى، لازم العلاقه تكون طيبه بالناس. ليه؟ لانها ما تستحقش. الدنيا ياما فيها، فيها الحلو وفيها الوحش وفيها المريض وفيها النمام وفيها المغتاب، هو حر يعمل اللي هو عايزه، لكن انا محتاج ان انا اصلح ما بيني وبين الله.